القسم الخامس والأخير من هذا المتن المبارك ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. ما أنا فكر جواب جواب إرن إمر إن ده دفتر ده ويندو ده وندين وتم منيرين ده دفتر ده اللي بيجي ده. ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. ما أنا أو ويندو دفتر رنن أو جنتي كتوم إمر ده هو نجوتي ده نجند. نعم وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة. معنا ويندو جانتي كتون كدي وقت قول فيرو قول إمور دي ليد هيفي رابي يو قول إمور فيرو نوندو يهكا ليد أنا هورا ماكو الله ووتين إنتي نوندو نونكو هونين دي لطي هنيان درنقل داري. وذكر في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت. معنا وجانتي ويندو نونكا جانتي ندفتر كدي كو ابن القيم جنتي كونون مانا طاغوت بيودي هنون بيودي دي. نعم الطاغوت من الطغيان من التجاوز يتجاوز الحد بعض الناس في الاحجار والاشجار ويعبدها من دون الله فقد جعلها طواغيت. مانا ونون طاغوت كو فينتينغول كيف ايتوغول كيرون امور دي بيجي نجيا امورم وكواتا اكاجي ولا كوناندي امورم فايتا كيرونغول بيورا ريغول دين دون دينكاجي دون كون الله سبحانه وتعالى. يتجاوز الحد في العلماء والأمراء ويطيعون في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مجاج تكيرو كان إمر جوما جندب ولا لم ولا كنندي إمرهم أدو ما نادم أدوفتو ب كوناي وكهوتا أدوفتر الله سبحانه وتعالى. نعم الطاغيت كثيرون رؤوسهم خمسة. ما نادم إم بودي إنهم هذي فرد ما عند هوريجي إنكو إيجوي. الأول إبليس نعوذ بالله منه. أرانو إم بيوجي هوريجي إمام إنفو كو إبليس يا الله الدنيا بري ماكو. الثاني من عبد وهو راض يعني جاء إنسان وسلم على الآخر وانحنى له بالركوع السجود وهذا الآخر لم ينكر عليه هذا طاغوت. يمون نتنك ريوا رتواهي موبيل تركون كو ريوا مثال مون قطع رتوا قطع جودي وسجنا ولا أو أجنا مكا كوبي ماكو توانون أون دون سجنا دون هموبيل دون دون أو يدالي وإنا وإنا المؤكد هنا حركانك وني تاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. أنك نودتيلو إن يم بريوم. نودتيلو إن يم بريوم صفة فرعون أو دكر كتاغوت إنته. نعم ومن ادعى شيئا من علم الغيب يعني قال تقوم الساعة القيامة يوم كذا غدا يموت فلان غدا يفوز الفريق الفلاني والله كاذب وكافر وكل من صدق هذا فهو كافر مثله. أنك نجاء تاغوت إن كذي أن نودتيلو كويرني وإن يان درنالكو ko nyala ne kari darato jango unde hunde wadai do wala jango ndo hunde wadai o do fe ara ko fendo o halal gonga ne woni kala on gongin do mo kare en morde mere don non hare kan kar woni kefer be fo be fota. Naam al khamis man i'taqad anna hukm Allah la yaslah aw hukm fulan min an nas aw al qawanin aw al taghut musawi li hukm Allah aw ahsan mu'taqidan hadha yakfur kufr akbar je ya eta man noni ji tagudi din kala on fibudo wondema de nyaawojo ko wona nyaawirede do hande immorde ko yimbe waddum ba wala ko yimbe fotti wala ko goddo yamirine ko nande mun fo wondema kaji be nyaawore Allah den hino fota o fibidum ka berde makko hada wodo woni kefero yiddi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man i'taqad anna hukm Allah yajib an yutabbaq wa wal aslah lakin qaddam hukm al qawanin li shay li gharad min aghraz al dunya hada kufr duna kufr kufr asghar la yukhrij min al milla lakin ala khatar adhim. Kala non onno nyaawirdo non fibudo nyaawirgol deftere Allah ne mo andi ndo hin ko woni gonga kono non o accir nyaawirgol deftere Allah ne subhanahu wa ta'ala o nyaawiri goddo go imorde luwaje wala ko nandi e mudum kono mo felliti ko nyaawor Allah ne woni ko woni gonga kon kon non ko faanaare hunde imma jahaka adna do wala ko nandi e mudum o do de wonar kefero de kon non haray himo lawol hulbiningo. ولله الحمد انتهى هذا الشرح المختصر لهذا المتن المبارك. اسال الله سبحانه وتعالى يجزي المؤلف خير الجزاء ولابد أن نرجع إلى هذا المتن ونراجع فيه ونحفظ فيه الأدلة خاصة. قبيتم الحمد لله يتي الله سبحانه وتعالى نتيم فين سدوق عند دفتر الله يو الله يبو ويندو عند دفتر الله كون عند دفتر الله كبيس ونو وصون ورطي تر عند دفتر الله هار الدليل لاجين كون كجنت لما مورون عند الدليل لاجين مورون دي. نعم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. الله هو سبحانه وتعالى كان كوني كهارون دين كون كرامه كوجون يو الله يبقى بري موت يده.